هذا يقول بما أن الرياضيين المسلمين في أوروبا قد كثروا وأصبح لهم يعني جمهورهم، وأصبحوا أيضا يعني له تأثيرهم عبر السوشيال ميديا هناك، فما رسالتكم أنتم لهم؟ الحقيقة أنا سعيد جدا بظهور أو وجود رياضيين ورياضيات مسلمين ومسلمات ونجوم ونجمات في سماء أو في عالم الكرة أو في عالم الرياضة بشكل عام على الساحة الأوروبية، لأن هذا يعكس الكثير من المعاني المهمة. معلوم أن نجوم الرياضة يؤثرون ويحدثون تأثيرا كبيرا في الرأي العام وتغييرا لصور النمطية المغلوطة عن المسلمين. يعني ثبت أن الإسلاموفوبيا وأن العنصرية تراجعت في كثير من الأحياء والمناطق التي ينتشر فيها مشجعو الفرق التي يظهر فيها بعض اللاعبين المسلمين كمحمد صلاح مثلا في بعض المناطق في بريطانيا وغيره. نعم ولاحظنا الكثير من المظاهر الإيجابية المهمة. يعني أنا أذكر أنه عندما برز اللاعب التركي مسعود أوزيل نعم وهو من أصول تركية ولكنه ألماني، ولد نعم في ألمانيا وعاش فيها، عندما علا نجمه في وكان سببا في تحقيق النصر والفوز بكأس العالم للمنتخب الألماني، قالت المستشارة الألمانية ميركل في اللاعب استطاع أن يرسم البسمة وأن يدخل الفرحة على ملايين الألمان. فماذا فعلتم أنتم؟ توجه خطابها لأولئك الذين يطالبون بترحيل الأجانب وخروجهم من ألمانيا. فماذا فعلتم أنتم لتحققوا هذا المعنى أو لتوصلوا الفرحة والبسمة لعموم الألمان؟ الحقيقة هذه الظاهرة تستحق التشجيع وتستحق التثمين والتقدير. ولكن أقول لهم عليكم أن تكونوا نموذجا تجسدون به أخلاق الإسلام ورسالة الإسلام. وإن لم تتكلموا فكل نجم في عالم الرياضة في السياق الغربي هو كتاب مفتوح عن الإسلام. يعني نحن رأينا كيف يمكن للاعب ينقل قارورة الكوكاكولا أو منتج أو مشروب معين من الطاولة. ما الذي أحدثه لهذه الشركة بهذا الموقف العابر السريع الذي قام به؟ فكذلك الأمر بالنسبة للنجوم وبالنسبة لمشاهير الكرة من المسلمين. شيخنا في هذا فكل السياق نجم فقط، من هؤلاء النجوم هو نعم كتاب مفتوح عن الإسلام، عليه أن يراقب كل حركة وكل قول وكل فعل له، وأن يدرك أنه به سفير للإسلام في العالم وليس فقط في الغرب.